اللهم ارزقهم بالذرية الصالحة وادعوا لهم بالتوفيق. اللهم امين. الله يحييك يا شيخ وجزاك عنا الف خير ان شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير وادعوا لهم بالتوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. اقول يا ابو عبد الله، وش رايك الحين بالنسبه للحفل؟ والله انت ابوها وسمها. اقول يا عبد الله وش رايك؟ والله يا خالي لو انه نخلي الحفل يا عندنا في البيت يا عندكم انتم في البيت، ولا له داعي لهالتكاليف كلها. انا من جهتي ما عندي مانع، بس عارف امها وخواتها وعد واغلط، يبون حفل ويبون طقطقه مثل خواتها، ولا احنا مفارقين عنهم. معناته العلم عندك يعني فيها فرح على بركة الله. يلا على بركة الله. أجل يا عبد الله تروح القصر الأفراح وتتفق معه، ولو أن الحقيقة أمها وخواتها ودهم بقصر خسارة الأفراح. إيه بس يا خالي في قصور جميلة وأقل سعر غير هذا. أنا عارف وأنا خالك، إحنا رجال لنا راي، بس نكتشف في النهاية إن الراي لهم للحريم وينفذونه والنفذة معهم. كل خواته متزوجين بنفس القصر. أجل ترى يوم الفرح نبيه يوم الخميس ليلة الجمعة، عشان تعرف ربعنا وجماعتنا مرتبطين في أعمال خارج الرياض، ويوم الخميس فرصة إنهم يحضرون العرس كلهم. أنا بالنسبة لي الحقيقة ما عندي مانع بأي يوم، بس خواتها وإخوانها يقولون ودهم بيوم الأربعاء. ليش يوم الأربعاء؟ يوم الثلاثاء ما يصير في أحد، فيصير عندهم يوم يمديهم يجهزون اللي يبونه ويجهزون أنفسهم. يا أبو حمد كل ما نقول لك شيء تقولهم ودهم، إن شاء الله عمره ما فضل القصر. وبعدين هذا قصر جاهز ما عليهم إلا يجيبون ثيابهم. والأربعاء الناس توها طالعة من أعمالها، وصبح الخميس كل عنده عمل، وبعدين في ناس خارج مدينة الرياض. لا 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 يا أبو حمد، هالمرة تقواهم وتخلونه يوم الخميس. ما يهم المهم بس عبد الله تطمر القصر خسارتي وتتفق معهم. ها اتفق معهم 6 صبابين للرجال، ها، وست صبابين للحريم، وخل واحدة سابعة هذه مسؤولة عن التنظيم. وترى القصر يبي يرتب الذبايح، بيقول لك عندنا 10 ذبايح، لا تخاف خليه 10 ذبايح، قلنا خلى 25 ذبيحة، السلطة والفاكهة هذه عليهم. ها وبالنسبة للطقاقات اللي موجودة عندهم، ترى عندهم طقاقة طيبة هذه يعرفونها، وش اسمها، لا إله إلا الله، هذه أم العروس، فلتة عروس أمطار، اكتبها عندك هذه فلتة العروس أمطار. اتفق معهم قطوعة، من بغى يرقص، مضبوط. سمت الأمر، بس عطني اسم الطقاقة هذه وشو؟ فلتة العروس أمطار. طيب كم قلت لي تبون عدد الصبابين والصبابات هذول؟ كم قلنا؟ اصبر، هالحين البطاقات طبعها علينا ولا عليكم؟ ولا معزبة والبنيات عارفاتنا الصيغة والموضوع؟ الخميس، أفا أنا أسف كله محجوز. أنا قاعد أقول من الصبح طال عمرك. علي بالغيب يا أخوي. طيب هذا الخميس 16 طال عمرك، شوف الخميس 23. 23. والله للأسف كله محجوز. طيب أقرب فرصة متى؟ أقرب فرصة بعد شهرين. طيب نحاول نغيرون القصر. يلا السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام. يا هلا وسهلا. يلا انت حييه. طول لي عمرك ويبقيك. سلمك. اسرع يا خال. بسم الله عليك. اقعد.
صايل صايل علي ذا الظهر، صايل علي ذا الظهر مرة. لا واركب اركب وانا خالك معاه تقواني اركب. شلون الوالد؟ شلون الوالد؟ عساه بخير ان شاء الله. الوالد الحمد لله بخير وعافية، طول لي عمرك. لا ما شاء الله الوالد ما يخاف عليه، الوالد الوالد نشيط نشيط ملحيل ما شاء الله عليه. خبرك الوالد زروع ها، واللي ما له بالفلاحة مثلي اركبه تبدأ ترقل إذا كبر. طول عمرك يا خال. الحقيقة يا خال للأسف أنا القصر لقيته محجوز. محجوز محجوز ولا ما ودك؟ لا والله طال عمرك إلا والله محجوز. لو أقول يعني لو نشوف قصر ثاني غيره. والله وأنا خالك ما أدري، بس كل البنات ترى أعرسوا فيه وما أدري يعني. هي بس طال عمرك هذا محجوز لمدة شهرين، معناه أن الزواج يتأجل لمدة شهرين. لا أجل تدري، خلنا أقوم أشاورها بشوف نورة وش عندها. إي والله إي والله طال عمرك، خلنا نشوف وش رأيها وناخذ رأيها. إي تسلم. آه 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 آه. أنا واثق إن نورة تبي توافق أكيد، على الأقل أشوفها هي مثل الصورة ولا لا بالضبط. حتى لو نغير القصر ولا ناخذ واحد في نفس المستوى، حنا متسلفين متسلفين صح ولا لا؟ يقولون بعد إذا كلت بصير في كل بصل أكيد بتكون نوره محروجة مني بشكل. أول مرة تشوفني، بس لو هالشايب يوافق إني أشوفها. اقضوا بيدي اقضوا بيدي اقضوا بيدي طالع اقعد. يا كفر ونينك يا خالي. الظهر 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 الظهر. وين نورة طال عمرك؟ وش تبي بنورة؟ قلنا نشاورها. ايه لا انا شاورتها وشاورتهم وكلهم الحقيقة مصرين على القصر، يقولون حتى لو تأجل الزواج ما هي مشكلة. يعني ناخذ القصر حتى لو تأجل الزواج؟ هذا رأيهم الحبيب، هذا رأيهم. أنا خلاص وش نقول لهم؟ إيه 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 ذكرتني، ترى أعطوني هذه، يقولون ترى هذه نفس الدعوات حقاتهم، يبون من نفس الدعوات والكتابة والخطوط وكلش. إيه إيه ترى في بيت شعر هنا يقولون نبيكم تغيرونه، يبون قالوا لي بيت الشعر لا إله إلا الله وشو لا ايه يقولون بحضوركم يتم لنا الفرح والسرور والله يحييكم على اقل الكلام، يعني بيت قالوهم بيت قالوه. اقول خالي نوره موجوده؟ ايه موجوده. وين تبي تروح؟ طيب يعني لو تسمح، يعني لو تسمح اشوفها واتحدث معها عشان نكسر حده اللقاء الاول. جعله ما ينكسر ما ينكسر ابد ان شاء الله. يا رجال لاحقين 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 على كل شيء، لاحقين على كل شيء. وانا خالف بس اقول الله 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 الله, الله بالدعوات اللي معك، ولا لاحقين هالامور هذه كلها لاحقين عليها. طيب طال عمرك استاذن انا. حياك الله. يلا انت حي الشاهي الشاهي، ما تبي نقهويك شاهي؟ ها سم ما تبي شاهي الشاهي يا نوره. اذا بغيت تروح راح ما هي مشكله، راح وانا اخوك وانا اخوك وانا ابوك وانا خالك. راح شوف اشغالك، شوف امورك، رتب امورك، خل عنك الشواهي بس وخل عنك. ما نبي شاهي ما نبي شاهي. قم قم جزاك الله خير. راح شاهد. راح شوف امورك، جعلها ان شاء الله متيسره. عبد الله
آه خير وش عندك؟ أبدا يا خالي، حبيت أستشيرك بخصوص البطاقات. الحقيقة لقيت نوعية لا بأس بها بس تختلف شوي وأقل سعر طال عمرك. طيب خلنا نشوف وش عندهم. يا ريت لو تشوف نورة إذا أقدر أخذ رأيها وأكلمها طال عمرك. إيه لحظة شوي. أقول يقولون ترى ما عندهم مانع أبد إذا صارت تشبهها ولا حولها ما في مانع. طيب خالي نورة عندك؟ لا نورة الحقيقة عند أمها تخبر عندهم ضيوف. زين خير طال عمرك، مع السلامة. مع السلامة وسلم لي على الوالد. يا والله عند الشايب بلشة وعل، أنا وين طحت على أبو مثل أمحق خاء. يا ربي ليت إن ما هو. يلا جبتها ثلاثة. طيب أي واحد ألبس؟ تشاورني، اختر واحد ولبسه وبس، وبعدين أصلا كلها ليلة وتعدي. طيب يلا تفضل معي. تفضل. لا أبد الله يسلمك بمشي، تعرف أهلي ومشاويرهم ما يقطعها ولا المنشار. يلا طول عمرك. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. كاثرين وينك يا خال؟ ما ادري كل ما شفتني قمت اتون. وش اسوي من البرد من البرد. طيب اقعد. لا بقعد مكانك بقعد مكانك. ردوا على التليفون. يلا انت حي ولا هذه ساعة مباركة. الله يبارك فيك. حق العهد وانا خالك تراك الحين انت اصبحت انسان مختلف. وان داخل على مرحلة جديدة وحياة جديدة، ها؟ وترى هذه يبيلها مرجلة، ها؟ ويبيل الرجال يكون عصامي، ها؟ وترى احنا شارينك، والنعم فيك. بس انا وانا خالك اقول لك ان الحياة الحين اللي انت بتصير فيها لازم واحد يعتمد على نفسه ولازم يشق الطريقة بنفسه، ها؟ شوف انا عندك وانا خالك وش كنت وش صرت. الشايخ انا اجيب الشايخ. لا يا رجال اقعد عنك طال عمرك. يا رجال اقعد اركبك. لا ما يضر. يا رب انك تجيب الشايخ. اسمع ظليتي وشو مع الشايخ. عنك. لا احس اني شو احس اني تشاويت. اقول احنا ايش كنا نتكلم فيه؟ ايه اقول لك ترى الاتفاق ترى هذا شرط اساسي للزواج وانا خالك، فهمت علي؟ فهذا الواحد اذا دخل هالمرحله تسلم. اذا دخل هالمرحله هذه لازم فيها مشاكل. الحياة الزوجية ما تجيك باردة وانا خالق. لابد يصير فيه مشاكل، لابد يصير فيه هموم. بس الرجل هو اللي يضبط هالمسألة. اذا جتك المرأة المفروض انك تتفاهم معها، المفروض انك تاخذ بخاطرها، ها؟ مو بكل يوم والثاني مزعلها وجاية شايلة شناطها وبروح البيت اهلي وما بيت اهلي. ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز. المفروض انك شوف وش المشاكل وتناقشون مشاكلكم وتحلونها بهدوء. وبعدين يا أخي لازم تتنازل، يا أخي ما تركب راسك، لازم تتنازل يا إنسانة، يا أخي امرأة. خالي أنا وش سويت أنا الحين؟ أنا ما قلت شيء طال لي عمرك، عارف أنا مرة وإن شاء الله بتكون بعيوني. أنت قمت تهاوش وأنا ما بعد صار شيء،
بس اقول اطلع عمرك لو تكرمت يعني واعتبره طلب مني. يعني ما هي زوجتي، خليني اشوفها واكلمها طال عمرك. يا رجال وش يقولون عن الناس؟ خالي اي ناس؟ ذبحتمونا كل ما قلنا شيء قلتوا الناس الناس. خالي انا هذه زوجتي ملكت عليها. ملكت عليها ما اختلفنا، بس ما دخلت عليها. خالي اي دخلت؟ الله يطول لي عمرك. تزوجت عليها، ملكت يعني زوجتي، ودي اشوفها ابكلمها. خالي شف شف عاد، ترى حنا ما تعودنا ان بناتنا يشوفن رجالهن الا بليله العرس. بعدين ترى بيني وبينك ما نبي احس الناس. اي ناس يا خال؟ الله يطول لي عمرك. الناس يعرفونني انا عندك في البيت وبس، ما يدرون هو انا جالس معها ولا جالس معك. اقول قول الله يصلحك، ورا ما تترك عنك ذا الخرطة الفاضية. شف عندك، شف عندك، هذه أربعة من خواته، لا إله إلا الله، كلهم متزوجين بنفس الطريقة اللي أنت تزوجت فيها، موفقين بحياتهم. عندك واحدة من خواتها، واحدة من خواتها موجهة. تعرف شلون موجهة؟ موجهة وعندها أربعة عيال، وموفقة وموفقة بزواجها من إبراهيم الله يرحمه ويغفر له. مدام أنت مقتنع كلمها، وبعدين يا أخي هذا أنت كاتب كتابك أصلاً عليها، يعني هذه زوجتك والباقي ترى مجرد يعني شكليات. يا أحمد أنا داري وعارف، بس أبوها هالشايب ذا علة مطاول. عجزت يا أخي، والمشكلة أنا كل هدفي إني أكلمها أبي أتعرف عليها، تعرفني على الأقل، أكسر حدة اللقاء أول يوم زواج. يعني أدخل عليها لا أعرفها ولا تعرفني. فوق 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 فوق. شر هنا؟ ايه عطنا تليفون، عطنا تليفون. قول الو نورة؟ نورة عبد الله؟ ايش عندك؟ هلا خالي. ابدا قلت بستشيرك، نحط الصدور الحال ونحط الجنوب الحال. لا لا، الصدور كبوها والكرعان حطوها. ها متصل علي ثاني اليوم تقول لي نحط الصدور والجنوب؟ انا اسف يا خال، بس قلت احتمال القى نوره ولا. لا لا لا، نايمين كلهم نايمين. زين مع السلامه. حط السماعه. من هو يا بابا؟ من هو؟ خلك بس بتهميزك. يلا انا بمشي. اسرع يا رجال. المهم اشوفك على خير. صباح الخير. انت مال الخير، حياك الله. يلا انت حييه. والله الساعة مباركة. اقول اشوف جياتك كافرة، شو القصة؟ لا طال عمرك، انا معي عينه من البطاقات وجبت لك تشوفها طال عمرك. جبتوا البطاقات؟ اي لا 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 لا، شيء طيب. ما شاء الله ما شاء الله، والله انها زينه. ها اي ما شاء الله ما شاء الله. افا يا اخوي، نسيتوا فقره ما كتبتوها. وش طال عمرك؟ ها هذه ما احنا قلنا تكتبون الرجاء عدم استحابة الأطفال. هذه خالي اعترض عليها الوالد، وبعدين يا خال الناس وين يودون عيالهم ويجدعونهم؟ لا 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 لا، هذه الحقيقة معك حق. توجعك ركبك خالي؟ اي والله بالحيل. شيل يدك شوي. كذا كويس؟ أقول خالي، أنا حقيقة ودي أشاورك في موضوع، بس خجلان منك طال عمرك. إيه. يعني تعرف أنا بديت في فرش البيت وفي تأثيثه، وتعرف إنه اختيار ألوان الستائر وألوان الفرش، حسيت إنه يعني أنبني ضميري إذا كان في إمكانية، إذا إمكانية النورة تروح معي وتختار الفرش بنفسها، يعني حتى لو راحت معي الأم ولا راحت معي أنت ما هي مشكلة. لا 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 لا، ما لا داعي أبدا ما لا داعي. وبعدين وأنا خالك، ما
اللي تبيها انت. نوره ترى ما هي بتخالف، خذ اللي تبي، تنق على كيفك. لا نوره بنتي لا ما هي بتخالف ابد 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 ابد. اللي تشوفه انت تنق كل شيء، ونوره ما عندها مشكله ابد. ولا تدري اطلع انا وياك، اطلع انا وياك. انا عارف نوره وش تبي. نوره عندها حسابات. لا 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 نوره بنتي عرفنا زين. يلا يبا ايش ترى انا بطلع مع عبد الله. ها يا ربي وش ذا الخال. انا وين انا طحت على خال مثل اللزقه العله يا رب. الله يسلمك ويبارك فيك. هلا 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 الله يبارك فيك ويسلمك. تسلم. الله تحييهم. الله تحييهم. هلا مرحبا. الله يبارك فيك ويسلمك. حياكم. تفضلوا. الله تحييهم. هلا. مساك الله بالخير. هلا مرحبا. الله تحييهم. الجماعة تراهم وصلوا. ما شاء الله. القهوة والدخول. السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك ويسلمك. حياك يلا تحييه. يا عساه اليوم دايم يا هنا ويا هنا. يا هنا ويا هنا. هلا ومرحبا. هلا البركة. يلا تحييه. هلا مرحبا. هلا والله شلونك. هلا مرحبا. الله يبارك فيك وسلمك. يلا تحييهم. ولا مرحبا. عطونا الكوا وضخوم. يلا تحييهم. اهلا. شهرين ما شفناك ومورد. الحقيقه فعلا اهنيك انك تزوجت بهالسن. طلقت